استعراض مباريات اليوم النهارده، في مجموعه من المباريات المحليه والاوروبيه، واكيد كمان هيكون في اطلاله على مباريات الدوري الاسباني. لكن نبدا مباريات الدوري المصري. يمكن منذ قليل انتهت مباراتين في الدوري كانوا بيتلعبوا في توقيت واحد. يمكن اسوان تفوقت وفازت على الداخليه 2-1، وايضا حرس الحدود تفوق على غزل المحله 2-1. يمكن الفريقين لعبوا النهارده على ارضهم خسروا على ملعبهم سواء الداخليه او المحل. الساعه 7 النهارده ايضا سيراميكا كليوباترا في مواجهه قويه جدا في مباراه الدوري العام، والاتحاد السكندري هيلعب مع الاسماعيلي ايضا الساعه 7. مباريات اليوم في الدوري الانجليزي، يمكن النهارده في الشوط الاول انتهت مباراه نوتنغهام فورست مع ليدز يونايتد. الشوط الاول انتهى بتقدم نوتنغهام فورست 1-0. والساعة 6:30 مباراة كبيرة ومهمة ما بين توتنهام هوتسبير مع مانشستر سيتي. نروح بقى للدوري الأسباني، والنهاردة كل الجماهير المصرية والأهلوية كانت بتتابع مباراة ريال مايوركا أمام نادي ريال مدريد. دي المباراة الأخيرة لريال مدريد قبل السفر إلى المغرب صباح الغد. ريال مايوركا قدر يعمل مفاجأة ويفوز على ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. يمكن الهدف أحرزه ناتشو المدافع الأسباني أو مدافع فريق ريال مدريد في مرمى، وخسر الريال بهدف مقابل لا شيء. طيب الساعة 5:15 جيرونا بيستضيف فالنسيا، والساعة 7:30 ريال سوسيداد في مواجهة مع بلد الوليد، والساعة 10 من مساء اليوم برشلونة مع إشبيلية. دي كانت مجموعة من مباريات اليوم سواء المحلية أو حتى الأوروبية، والمحلية بالتأكيد كل بيتابع بقى الدوري المحلي كمان.